أهلا بكم. بدأت عملية استهداف العراق الممنهجة بعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية في العام 1988 مباشرة، وتصاعدت هذه الهجمة الغربية الأمريكية بعد أحداث الكويت في العام 90، بدءا من قصف التحالف الثلاثين التدميري بقيادة الولايات المتحدة للعراق، ثم الحصار الدولي الذي استمر لنحو 13 سنة وأودى بحياة مئات الآلاف من المدنيين، ومن ثم غزو واحتلال العراق الذي تحل ذكراه 18 هذه الأيام، حيث اتصفت السياسة الأمريكية مع العراق بالتعنت والهرولة مباشرة إلى الخيارات العسكرية الخشنة وعدم إعطاء الفرص الكافية للمسارات السياسية والدبلوماسية، على عكس مع ما يجري مع دولة مثل إيران التي تتعامل معها واشنطن بسياسة التروي وضبط النفس والتحلي بالصبر الطويل، بل وربما التوسل بها برغم تدخلاتها الكارثية في دول المنطقة والإضرار بالمصالح الأمريكية والغربية عبر ممارسات ميليشياتها في العراق. الإصرار الأمريكي على إيذاء العراق عبر الهرولة إلى الخيارات العسكرية والحصارات الاقتصادية وغيرها، معه مقارنة مع ما يجري مع من سياسة تروي وصبر طويل مع إيران، هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: لماذا اتصفت السياسة الأمريكية مع العراق على الدوام بما يسمى خيار الصفر، بينما هي طويلة النفس وصبرها طويل مع إيران مثلا؟ وهل النظام السياسي في إيران هو نموذج الحكم المطلوب أمريكيا، وثمة حرص على بقائه دون المساس به مهما فعل واقترف؟ وما سبب تمسك القوى الغربية لا سيما الولايات المتحدة بسياسة معاقبة العراق سياسيا واقتصاديا وعسكريا والمستمرة منذ 3 عقود؟ وهل فعلا الولايات المتحدة والقوى الغربية لا تريد من النظام في إيران سوى تعديل طفيف لبعض سلوكياته غير المرغوبة؟ وهل فعلا بقاء نظام ولاية الفقيه في إيران حتى الآن راجع إلى براغماتيته العالية وانحنائه أمام العاصفة وعدم ترك الأمور تبلغ نقطة الصدام مع أعدائه؟ ضيف طاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، عبد الله سلمان. ما زالت تداعيات كارثة احتلال العراق ماثلة في جميع نواحي البلاد، وما زال العالم الذي شهد مأساة غزو العراق يتساءل ما الذي اقترفه العراق حتى يحكم عليه بالتدمير والغزو، وتلفق عليه الأكاذيب وتستجدى الذرائع من أجل احتلاله، مع أن أنظمة كثيرة ارتكبت الجرائم المحلية والإقليمية، وما زال المجتمع الدولي يسايرها ويحاول التفاوض معها أو ضبط سلوكها. إيران بالنظام الذي جاء به الخميني بنت وجودها على فكرة التوسع الإقليمي، وقامت على أساس تصدير الثورة الخمينية، دخلت مع العراق في حرب 8 سنوات، ومارس نظامها قمعا دمويا ضد المعارضين من الإيرانيين على أساس طائفي وعرقي، حتى أن إعدام الناشطين بات عملية شبه يومية على الملأ وفي الساحات. وعن السلوك الخارجي، لم تبقى دولة في أوروبا والمنطقة العربية إلا ونالها من عمليات التخريب التي يقوم بها النظام الإيراني، بل وصلت عمليات أذرعه إلى أمريكا الجنوبية وأستراليا. تفجير السفارات واستهداف الدبلوماسيين وعمليات قرصنة في البحار، وفوق ذلك أصبحت إيران أكبر دولة مصدرة للميليشيات في المنطقة، واحتلت عدة دول عربية، علاوة على تلويحها بسلاح نووي بوجه المجتمع الدولي. أمام كل هذا السلوك الإيراني، لم تحرك أمريكا ساكناً، مجرد تهديد كلامي وبعض العقوبات الاقتصادية. وأكثر من ذلك، عملت واشنطن مع طهران بمبدأ التخادم المصلحي، كما أن أكبر مستفيد من غزو وتدمير العراق هو النظام الإيراني. العلاقة بين الإدارات الأمريكية والنظام الإيراني لا تقوم على التحالف ولا تقوم على الصراع كذلك، وإنما على التلاقي عند نقطة مشتركة، وهي أن واشنطن وطهران تنظران للمنطقة العربية على أنها مورد اقتصادي وموقع استراتيجي تجب السيطرة عليه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في الإصرار الأمريكي على إيذاء العراق عبر
المسارعة إلى الخيارات الخشنة عسكرية واقتصادية وغيرها من الخيارات الأخرى مقارنة مع ما يجري مع إيران مثلا، برغم تدخلاتها في المنطقة وتعرضها أو مسها بمصالح أمريكية وغربية. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، والأستاذ عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي، وطبعا سيكون معنا عبر سكايب من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وأيضا دكتور رافع ودكتور عبد الحميد عبر سكايب. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. مرحبا، حياكم الله. أهلا وسهلا دكتور رافع الفلاحي. منذ عام 90 إلى الآن ثمت ملاحظة أنه أمريكا لم تترك مجالا أو لم تعطي فرصة كافية للمسارات السياسية والدبلوماسية مع العراق. ومجلس الأمن الدولي أصدر خلال 10 سنوات 53 قرار يتعلق بالعراق من 90 إلى عام 2000، طبعا أبرزها الحصار وأبرزها كان أيضا التدخل العسكري إبان أحداث الكويت. ثمت عجلة هرولة إلى الخيارات العسكرية، بينما لا زالت الخيارات الدبلوماسية والسياسية مع دولة مثل إيران هي المعتمدة، هي التي تعول عليها أمريكا. لماذا هناك هرولة للخيارات الخشنة وهنا لا زالت أمريكا تتعامل أحيانا حتى بتوسل مع إيران وتسول؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحييك أستاذ ماجد وأحيي ضيوفك الكرام، ورمضان مبارك عليكم وعلى الجميع. أهلا وسهلا أستاذ ماجد. الحقيقة ربما أختلف معكم في جزئية صغيرة، اللي هي أنه الاستهداف بدأ من عام 1990 أو بعد الحرب العراقية مثل ما أوردتم 1988. أنا أعتبر، ربما أنا أراها كذا، هذا رأيي الشخصي، أنا أرى أنه الاستهداف قبل ذلك للعراق، يعني حتى الحرب العراقية الإيرانية كانت استهدافا للعراق. كان ممكن للدول الكبرى وأولها أمريكا والدول الغربية أن توقف هذه الحرب ولا تجعل هذه الحرب وقودا لهذين البلدين. كان هناك تصميم من البداية على أن يدخل العراق هذه الحرب ويذهب فيها بوقت طويل، مما يؤدي إلى استنزافه اقتصاديا سياسيا عسكريا أمنيا، هكذا كان المطلوب، وهذا ما رأيناه فيما بعد. يعني الاستهداف أقصد عندما أرخناه من عام 90 أصبح الاستهداف أمريكي مباشر وليس عن طريق وكلاء أو عن طريق يعني آخرين. الحقيقة ربما الإجابة على حضرتك، سؤال حضرتك، في السياسة الأمريكية الخارجية عموما هناك وظائف للدول، يعني لا نفهمها، يعني هذه مقولة أنه لا يوجد أصدقاء بشكل دائم ولا يوجد أعداء بشكل دائم، هذه تفسيراتها أنه لكل دول وظيفة معينة في هذه السياسة. فللدول في السياسة الأمريكية وظائف معينة، تتبع نظامها، تتبع شعبها، تتبع طريقة تعاملها مع قضايا مهمة تعتبرها أمريكا ضرورية وحيوية بالنسبة لها، كان تكون اقتصادية أو سياسية أو أمنية أو عسكرية هكذا. فلذلك وظيفة العراق تختلف عن الوظيفة الإيرانية. من البداية كانت وظيفة إيران وظيفة المدلل، يعني في عهد الشاه كانت إيران مدللة وكانت هي الفتى المدلل، وكانت تصول وتجول بالخليج مثل ما تريد وسياساتها، وتضغط على الدول ولا أحد يعاتبها ولا أحد يعني يمكن أن يقف أمامها أو ينتقدها. وهكذا بالنسبة حتى للنظام الإيراني بعد عام 1979. طبعا أنا ذكر النظام الإيراني عام 1999، في عام 2016 المخابرات الأمريكية يعني أزاحت اللثام عن وثائق معينة أثبتت أن هناك كان تفاهم مع الخميني عندما جاء إلى إيران، عندما عاد إلى إيران من فرنسا، وكان التفاهم فرنسي أمريكي معه ألا يتصدى أو لا تتصدى إيران، أو لا يعني تتقاطع إيران مع المصالح الأمريكية في المنطقة. فلذلك هناك كانت تفاهمات بدفع الخميني إلى المنطقة، ومن ثم الحرب العراقية الإيرانية بهذا الشكل. عموماً من البداية كانت إيران ترتكب كل شيء ولا تحاسب، والعراق ربما يحاسب، وهذا يعود مثل ما قلت للوظيفة ويعود إلى التوجهات. شعب العراق بغض النظر عن النظام، يعني عندما تدرس تاريخ العراق من تأسيس على الأقل التاريخ الحديث
من تأسيس الدولة العراقية عام 21 لغاية 2003 ستجد أن الشعب العراقي دخل في صراعات ومواجهات مع كل الكتل التي يعني ربما لها ثارات مع الأمة، لها قضايا مع الأمة، وهناك دفاع عن فلسطين بشكل واضح جدا جدا، ويسجل له يعني سبق في هذا الموضوع في عام 48 وقبلها، وفي عام 56 وقبلها، وفي عام 67 و73. هذه كلها وسياساتها معلنة بهذا الاتجاه، بغض النظر أنا أقصد عن النظام، توجه الشعب هكذا، ثقافته، توجهاته، دفاعه، إيمانه بقضية فلسطين دينيا ووطنيا وقوميا كان بهذا الاتجاه، وهذا يقلق. هذه إسرائيل القاعدة الأمريكية المتقدمة، القاعدة الغربية عموما المتقدمة، لا يراد أن تمس. لذلك في عام عندما العراق اشترى هذا المفاعل النووي تموز عام 1979، وكانت تعرف كل الدول وكانت أمريكا تعرف أن الوقود الموجود فيه وقود مخفض جدا لا يمكن من خلال صناعة أي سلاح نووي، لكن مع ذلك استهدفت إسرائيل وضربته وهو في فرنسا، وعادت لضربه عام 81 تحت ظل الحرب العراقية الإيرانية. لكن في مقابل هذا عندما تجري مقارنة مع إيران ستجد أن إيران قد تغولت في هذا الموضوع بعد 2003، وبدأت تصنع أجهزة طاردة وغيرها وتخصيب 20%، والآن صعدت إلى 60%. ومثل ما قلت حضرتك في مقدمتك وفي أسئلتك أن الغرب وأمريكا تغازلها وربما تتوسل بها، هذا يثير أكثر من سؤال. هذا الشيطان الأكبر الذي تعتبره إيران هذا الشيطان الأكبر، وتعتبر إسرائيل عدو وتنادي بجيش القدس، وهذا الكلام الكبير الفارغ من معانيه وحقيقته على الواقع، هذا كله له دلالات ويتعلق بالوظيفة التي تلعبها إيران في المنطقة، وهو جزء من الوظيفة التي تراها أمريكا لإيران ويجب أن تستمر. سنتحدث إن كان النظام في إيران هو المطلوب أمريكيا، على الرغم من مما يظهر من عملية تنافر أو تصادم بين القوى الغربية بين أمريكا والنظام في إيران. دكتور عبد الحميد العاني، يعني الحديث عن أنه السياسة الأمريكية كانت خيار صفر مع العراق تتعلق بالعراق كدولة ككيان كشعب كلام ربما ليس دقيقا. القضية تتعلق بالنظام أيضا الذي كان يحكم، النظام كان الحقيقة مهددا لمصالح غربية، يقترب من تهديد إسرائيل، قصف إسرائيل في العام 91 بالصواريخ، يتحدث عن فلسطين وتحرير فلسطين، دخل في مغامرة احتلال الكويت. لذلك كل هذه التصرفات غير المقبولة من المجتمع الدولي جرت على البلد هذه العقوبات المؤبدة المستمرة منذ 30 عام. دقيق مثل هذا يعني توصيف هذا الواقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع المشاهدين والأساتذة الضيوف. يعني لو كان دقيقا لما استمر هذا الاستهداف للعراقي، ونحن نرى أنه منذ الغزو الأمريكي، لا نتكلم قبل الغزو وما ذكرتم وأشرتم إليه من استهداف، لأنه كان في حينها المعلن أنه استهداف للنظام، لكن بعد أنه تم لهم إسقاط النظام هل جاءوا بالديمقراطية إلى العراقي؟ هل جاءوا إليه بالأمن والأمان؟ أم استمر الاستهداف؟ الغاية هو العراق إلى العراق والعراق بأكمله، الشعب العراقي. أما ما ظهر من نظام ربما من بعض التصرفات المثيرة هنا ومثير هناك، هذه هي جزء أو ربما هي جزء جعلت هذا النظام العالمي يستغله كحجة وذريعة لهذا الاستهداف، الاستهداف للعراق ككل، لأنه يتميز كما أشار ربما الدكتور رافع قبل قليل، يتميز بعدة أمور. العراق حقيقة ليس فقط الثروة الاقتصادية الهائلة التي فيه، وإنما الأخطر من ذلك هي الثروة البشرية. فالعراق خزان رجال، ولديه العديد من العقول والعقول المبدعة، ولا سيما في شتى أنواع طبعا المعرفة، ولا سيما في الصناعات الحديثة والتكنولوجيا. هذا الذي يشكل خطرا استراتيجيا على مشروعهم في المنطقة عموما، ويتقاطع مع مصالحهم، ولا سيما
مصلحة وأمن ربيبتهم الكيان الصهيوني. لذلك رأينا أنه هذا الاستهداف جاء للعراق ككل وليس إلى نظام فحسب. والدليل على ذلك أنه حتى في عملية الغزو لم يكن هنالك الاستهداف كما يعبر في المصطلحات العسكرية استهداف نقطي، وإنما استهدافا عاما شاملا، السياسة الأرض المحروقة كما يقال أيضا في التعبيرات العسكرية. سياستهم في الغزو كانت هي تدمير البنية التحتية للعراقي، استهدفوا كل ما هو نافع للناس، القضايا أو الأمور المدنية والأمور خاصة المرتكزات الصناعية التي ممكن أنه يغتنمها الشعب العراقي مرة ثانية ويعيد إنتاجها. وبعد أن تحقق لهم الغزو وتمكنوا وجاءوا بأدواتهم وبالتشارك والجارة السوء مع إيران الذي هو ربما يختلفون في بعض الملفات ظاهريا، بعد أن تحقق لهم ذلك استمر هذا الاستهداف على شتى الأصعدة، منها استهداف لعقول محددة عبر الاغتيالات، سواء كان فرق الموساد وغيره أو فرق تابعة لميليشيات متنفذة تابعة لإيران وغيرها، وكذلك بالاغتيالات وغيره عفوا كما قلت، أو استهداف الكبير للشريحة الواسعة بالتهجير وغيرها، وكذا استهداف كل المرتكزات العلمية والصناعية التي هي تحقق بنية تحتية للشعب العراقي، فضلا عن إثارة النعرات والخلافات وغيرها لإبقاء البلد منشغلا بنفسه بعيدا عن أي تطور واستقرار. أستاذ عبد الله مرحبا بك معنا. اهلا وسهلا بكم. في لجنة تشيكوت البريطانية بشأن مشاركة بريطانيا في غزو العراق، وكانت واحد من النتائج التي خلصت إليها اللجنة أن حكومة توني بلير السابقة الحقيقة فشلت أو حرصت على أن تفشل في استنفاد جميع الخيارات السلمية والدبلوماسية قبل الانضمام إلى التحالف الأمريكي لغزو واحتلال العراق عام 2003، على الرغم مما كان يقال من أن المجتمع الدولي استنفذ كل هذه الوسائل لإقناع العراق في حل أزمة الكويت. فعلا ترى الأمور هكذا أن هناك عجلة، وأنه أيضا أمريكا وبريطانيا والحلفاء ما كانوا يريدون للحل الدبلوماسي والسياسي أن يكون هو المسار لحلحلة الأمور بين العراق وبين أمريكا آنذاك؟ تحياتي لك شخصيا ولضيوفك الكرام ومشاهديكم. أهلا. لو نستعيد واقع التسعينيات القرن الماضي، نعم، هناك حدثت متغيرات دولية هامة جدا، منها انتهاء الحرب الباردة وبقاء أمريكا القطب الأوحد الذي يدير العالم وفي رغباتها تتمكن من قيادة العالم، وكل ما يحدث في العالم من متغيرات يجب أن يكون عبرها. في هذه ومتزامنا معها وصول اليمين الجمهوري في الحزب الجمهوري إلى دفة السلطة، وهذا اليمين يمتلك عقيدة كهنوتية تعتبر منطقة الشرق الأوسط منبر للتحدي ضد الغرب وضد قناعاتهم الدينية أو ما يسمى، وهذا أشار إلى شيراك، قال اتصل بي جورج بوش الصغير، نعم، ويحدثني عن جوج ويا جوج وما جوج، فاستغرب عن هذه الثقافة، وهذا يعتبر تخلف فكري بالنسبة للغرب كله أن يرجع إلى عمليات الكهنوت وفهمه في الكهنوت السياسي ويدخله في 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 صراعاته مع الأمم الأخرى. فأمريكا لما أصبحت القطب الواحد وتمتلك هذه العقلية فجعلت من الأحداث الدولية خصوصا مع العراق وسيلة لإثبات قدرتها على أن تكون القطب الأوحد في العالم، إضافة إلى تطبيق ما القناعات الكهنوتية اللي موجودة عندهم. فالحرب جاءت على هذا الأساس ولم تأتي على أساس الكويت ومصالح الكويت أو الإضرار بالاقتصاد العراقي أو الاقتصاد الدولي بالمنطقة. هذه كلها يعني اليوم المحللين السياسيين يعتبرون أنه هذه أسباب ثانوية جدا
الأسباب الرئيسية اللي دفعت الولايات المتحدة باستختيارات الاختيارات الصفرية مع العراق. فلذلك التعامل مع إيران يختلف لأن هذا غير مشمول بها، وابتعاد أيضا يعني كثير من المسائل المهمة اللي هي أمن إسرائيل في حسابات أمريكا. هذه هي الدوافع الأساسية للحرب مع العراق، وإن غطتها أمريكا بإطارات احتلال الكويت أو إضافات سياسية أخرى. نعم، أشكرك دكتور رافع الفلاحي. يعني أيضا من النقاط المهمة في أنه أمريكا لم تستهدف إيران، أنه إيران على الرغم مما تظهر من مواقف سياسية متصلبة أو متشددة، لكنها لا تترك الأمور تصل إلى نقطة الصدام مع القوى الغربية، مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هناك توجه لدى أمريكا تريد من إيران تعديل سلوكياتها فقط، تصويب بعض السياسات، وليس عملية طبعا الذهاب إلى عملية إزالة أو إسقاط النظام. ولذلك هذه تحسب لإيران، هذه البراغماتية العالية، عدم ترك الأمور تصل إلى نقطة الصدام. إيران عندما يعني يجد الجد الحقيقة تنحني أمام هذه العاصفة وتخرج منها بسلام، وهذا هو سبب يعني عدم تعرضها لعملية عسكرية أو تعرض النظام فيها إلى يعني عملية إسقاط نظام أو عملية مهاجمته. أستاذ ماجد، ربما جزء صغير من ما تقوله قد يبدو صحيحاً، نعم، قد يبدو منطقياً، لكن الجزء الأكبر من الحديث هو غير ذلك حقيقة. نعم. وسأقول لك لماذا، وهذا يثبت أنه يعني خليني بس أكمل نقطة دكتور ويا سؤالي. يعني نعم. الميليشيات التابعة لإيران والحرس الثوري الموجودة في سوريا منذ خمس أو ست سنوات تتعرض إلى ضربة شبه يومية من الطيران الإسرائيلي، ولذلك وإيران لحد الآن لم تطلق طلقة واحدة على إسرائيل على الرغم من وجودها وموجود ميليشياتها على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وفي الجولان السوري المحتل. نعم هذا حقيقة. نعم، هو هذا لا يخرج عن الإجابة اللي يعني بدأت يعني بسردها الحقيقة. سأقول لك لماذا، وسأقول لك أنه هذا لا يتعلق مرة أخرى بطبيعة النظام الموجود بالبلد، بل يتعلق بوظيفة البلد نفسه، بطبيعة التفكير، بطبيعة التكوين للشعب. يعني مثل ما تحدث أخي الدكتور عبد الحميد وقال أن الشعب العراقي يمتلك عقليات ويمتلك قدرات ويمتلك تصميم ورؤية، وهذه هي هذه الحقيقة. لذلك في عام 2003 ما استهدف شعب العراق، لم تستهدف نظام، وهذا الكلام وحرية وديمقراطية وأسلحة دمار شامل هذه كذبة كبيرة. الذي استهدف الشعب العراقي، لذلك العقوبة ما زالت سارية على 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 شعب العراق، لأن فيه من يتظاهرون وفيه من يثورون وفيه من يطالبون بالحرية والقوة والسيادة والاستقلال، وهذه غير مطلوبة. هذا من ناحية. سأقول لك ربما لذلك أنا قلت جزء من سؤال حضرتك صحيح والجزء الأكبر خطأ يعني بالتصور. يعني إيران نعم براغماتية، نعم تنحني أمام العاصفة، نعم تؤمن بالمثل الإنجليزي أن الشجرة الذكية تحني أغصانها بوجه الريح عندما تهب الريح، هذه كلها صحيح، لكن في نفس الوقت هي مارست أعمال عدائية مع أمريكا كبيرة جدا. سأعطيك أمثلة. نعم. يعني في عام 83 تفجير الانتحارية اللي جرت في بيروت كانت إيرانية، والمخابرات الأمريكية تعرف وأمريكا تعرف وقالتها ببيانات صريحة أن إيران مسؤولة عنها، واللي راح ضحيتها 241 قتيل من الجنود الأمريكان الجنود المارينز. نعم. و58 من المظليين الفرنسيين. نعم. واضطرت أمريكا تنسحب من لبنان عام 84 إثر ذلك. بعد هذه قبلها وبعدها في عام 82 لغاية ربما 10 سنوات بعدها كان اختطاف المجاميع الغربية، وقبلها كان احتجاز الرهائن بالسفارة الأمريكية بعد ما يسمى بالثورة الخميني. نعم. 79 من 82 إلى 92 ربما هذه العشر سنوات اختطفوا أكثر من 100 رهينة غربية وبدأوا يفاوضون عليها. في عام 87 كلنا نذكر
ما سمي بحرب الألغام، حرب الناقلات هذه اللي أطلقت ألغام كثيرة في الخليج العربي إيران، ومن ضمنها استهدفت الناقلة الأمريكية الكبيرة جدا الهائلة، يمكن أكبر ناقلة هي الأس أس يعني بريد جونسون، يمكن جونستون، نعم بريد جونستون، استهدفتها وغرقت هذه، ويعرفون هذا كله ربما كان رد بسيط عليها، ضربوا بعض الأرصفة، ضربوا طائرة بالهواء وقتلوا 300 واحد، لكن الأمريكان لا يتصرفون هكذا، مع العراق كانوا يتصرفون بشراسة ودمروا العراق كله بغير وجه حق، وجيشوا العالم كله ضد العراق وهم يعرفون أنها كذبة كبيرة. هذا يعودنا مرة أخرى، طبيعة التوجهات الإيرانية ليست طبيعة يعني تتوافق مع طبيعة العراقيين، طبيعة العراق كشعب وكتراث وكحضارة وكتوجهات، العراق له توجهات في الاستقلال في الحرية في الثبات، هو رأس العرب مثل ما يقال، يعني مثل ما قال الخليفة عمر رضي الله عنه عندما قال العراق جمجمة العرب، هذا حقيقة، هذا العقل العراقي وهذا الرأس العراقي، هذا له سياقاته وله حساباته، فبالتالي استهدافه هم يعرفون، لأن نعم. الشعب توجهاته غير توجهات وطبيعته غير طبيعة، وربما يضغط حتى على حكوماته حتى ما كان، حتى إن كان شكل النظام، يعني دعني أقول في عام قبل 58 كان النظام الملكي وكان هو واجهة لحكم بريطانيا، نعم. وبريطانيا هي من ساهمت وتأسست إسرائيل، لكن الشعب العراقي كان يتظاهر ضد إسرائيل وظاهر ضد الكيان الصهيوني وأخرج ويدفع بجيشه الى القتال، هذا حتى ضد هذه التوجهات. سنتحدث دكتور لاحقا لا يقبل بسبب نعم. يعني هذه الطبيعه وهذه الخصال او المزايا في الدوله وفي الشعب. اقول يعني ربما انت حضرتك اشرت الى الميليشيات التي نأجل دكتور يعني دكتور اسمح لي نعم. عندي فاصل، نأجل هاي الملاحظه بعد الفاصل. مشاهدي الكرام توقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا اليوم في طاولة حوار، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار التي تبحث في إصرار أمريكا على إيذاء العراق سياسيا وعسكريا مقارنة مع ما يجري مع دولة مثل إيران. ما زالت القوى الغربية وأمريكا تعتمد الخيارات الدبلوماسية والسياسية معها. ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني والأستاذ عبد الله سلمان. دكتور عبد الحميد العاني، هناك من يقول أن النظام السياسي الحقيقة في إيران هو نموذج الحكم المطلوب أمريكيا، وهناك الحقيقة حرص عليه من قبل القوى الغربية وأمريكا، وأنها لن تفرط بهذا النظام مهما فعل واقترف، لكن الواقع يقول أيضا أنه العلاقة بين أمريكا وإيران ليست ودية، بل هي علاقة في حالة من التنافر. هناك حصار أمريكي خانق على إيران، هناك عملية استهداف سياسي وإعلامي واقتصادي لإيران، فكيف يكون هذا النظام هو المطلوب أمريكيا على الرغم من كل هذا الأذى الذي تتعرض له إيران جراء بسبب برنامجها النووي وبرنامجها الباليستي وتدخلاتها في المنطقة وغيرها؟ يعني السياسة الأمريكية معروف عنها أنها تتعامل مع خاصة السياسة الخارجية تتعامل مع الملفات كل ملف على حدة، وإيران تدرك ذلك ولذلك تتعامل مع أمريكا وفق هذا الأمر. هذا أمر. الأمر الآخر يحمل علينا أن نسأل سؤال، أنه ما هو المشروع الأمريكي في المنطقة وما هو المشروع الإيراني في المنطقة؟ هل يتصادمان ويتعارضان؟ بالعكس، نرى أنه هنالك تخادم
بينهما، ولولا هذا التخادم ولولا هذه الشراكة المعلنة من قبل الطرفين لما تحقق لهم احتلال العراق باعتراف الطرفين كما قلت على لسان أعلى المستويات من قبل الجهتين. هذا أمر. الأمر الآخر، كون أمريكا تريد هذا النموذج، هي حقيقة هي لا تريد النموذج وإنما تريد الفوائد التي تجنيه من وراء هذا المشروع، ما هذا النظام. لأن هذا النظام كما قلنا علينا أن نسأل ما هو مشروعها، إيران خاصة ما هو مشروعها في المنطقة. إيران ليس مشروعها إشراعا إسلاميا بالأبدا، وإن كانت تدعي ذلك في بعضها، لكن الحقيقة هي أنها تريد استعادة المجد الفارسي في المنطقة والتمدد والوصول إلى البحر الأبيض المتوسط، واتخذت من تصدير الثورة شعارا لها وستارا لتمددي بهذا. هنا فقط المصدر القلق ربما أو الاختلاف في ملفات أخرى، في النفوذ والتمدد هنا التقت مصلحتهم مع المصلحة الأمريكية في تدمير المنطقة وإشغالها وإبقائها مشتعلة في الفتن، حماية لربيبتهم الكيان الصهيوني كما قلت قبل قليل في بداية حديثي. من هنا جاء هذا الالتقاء بين المشروعين الأمريكي والإيراني، ورغم الاختلاف ربما الذي ذكرته وأشرت له في بعض الأمور، كذا في ملفات منفردة، ولذا لا يتعارض هذا الاختلاف في الملف في الملف واحد مثلا مع الاتفاق فيما بينهم مع بملفات أخرى، ومنها الملف العراقي الذي توافق الطرفان نعم. عليه واتفق. نعم أستاذ عبد الله سلمان، يعني هناك من يعني على يقين أن القوى الغربية وأمريكا لا تريد من النظام في إيران إلا تعديل بعض سلوكياته وسياساته في المنطقة وغيرها من الملفات الأخرى. تعتقد لو أن العراق قبل عام 2003 عدل من هذا السلوك، تراجع عن هذه السياسات التتعلق بقضية فلسطين، أمن الكيان الصهيوني وغيرها من يعني القضايا والملفات الأخرى، لكان أيضا تجنب هذا المصير الذي عليه العراق الآن، ولربما أيضا عومل كما تعامل الآن إيران بشيء من الدلال كما يعني ذكر الدكتور رافع الفلاحي، أم أن القضية مختلفة هنا تماما؟ هنا الأمر يختلف اختلاف كلي. نعم. وفق وظائف كل دولة محدد دورها واهتمامات أيضا الغرب شيء وأمريكا أيضا لكل واحد أهدافه مع العراق ومع إيران، هذا هو هذا الاختلاف. فالعراق ليس مهما بالنسبة للغرب بقدر ما هو يشكل قلق غربي أمريكي على أمن إسرائيل، وهذه المعادلة الأمريكية الغربية الثابتة هو حماية أمن إسرائيل، هذه مهمة ضرورية بالنسبة للكل أن تأخذها باستراتيجياتها في العمل. والجانب الآخر اللي أساعد في إضافة ولذلك قبل سنوات قبل سنوات كان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي آفي داختر يعني توجه بالشكر للولايات المتحدة الأمريكية على احتلالها وعلى غزوها العراق. أكيد. نعم. بالتأكيد. والوظيفة الأخرى الأهم وإحنا في ثقافتنا العامة أنه إسرائيل تسعى لزعزعة المنطقة وإضعاف ونشر التفرقة وكل هذه في ثقافاتنا الموجودة، هذا الدور قامت بإيران، فإيران أيضا جزء من المعادلة في حماية أمن إسرائيل في إيجاد كف آخر يقلق العرب كلهم ومن التوسع والنفوذ في المنطقة، هذا كله يخدم المشروع الأمريكي في حماية أمن إسرائيل في المنطقة. فإذا أمريكا والغرب كله بالنسبة لإيران أيضا لغايات مختلفة، أمريكا تريد من إيران أن تستخدمها في استمرار القلق وزعزعة أمن المنطقة، لحتى وإحنا نلاحظ التحركات الأخيرة للدول العربية ذهبت إلى اتفاقات سلام مع الكيان الصهيوني، هذه كلها من نتائج وجود البعبع الإيراني الموجود في المنطقة. أما الغرب بشكل عام ما يريد من إيران شيء آخر، هو الطاقة الإيرانية في الغاز والنفط وغيرها، لأنه إيران تعتبر وسيلة من وسائل التخفيف الضغط الروسي على أوروبا. هذا لذلك ترى أن الغرب يعني أوروبا بشكل خاص
مستميتة بالدفاع عن إيران، مستميتة في إقناع أمريكا بالعودة إلى التفاوض، مستميتة في أن تعطي لإيران أكسير حياة جديد، لأن مصالحها تختلف تماما عن مصالح أمريكا في المنطقة. وأمريكا أيضا ما تريد من إيران ثابت، الاختلاف اللي صار ما بين أمريكا وبين إيران هو أنه إيران أخذت صلاحيات ومديات أكثر مما مسموح لها، ألا أنها هي فقط إثارة القلق في المنطقة وشعور ودول المنطقة بالقلق الدائم والخوف والتمسك بعدم محاربة الكيان الصهيوني. هذا الدور أدته إيران، لكن إيران توسعت، وهذا ما قلق أمريكا، يعني أنت تجاوزتي على ما مسموح لك، فلذلك العقوبات جاءت فقط لتقزيم هذا الدور ليس أكثر. لا، أمريكا لا يعنيها شكل النظام في إيران، لو كان يعنيها فعلا كان انتبهت لمسألة مهمة، ألا وهو أن قالب النظام ليس شكل الانتخابي وغيره، إنما ولاية الفقيه. ولاية الفقيه دكتاتورية مطلقة في كل القرارات بيد وزارة الدفاع والإعلام، ورئيس الوزراء الجمهورية هو يرشحه وهو ينصبه وهو يشيله وهو كل المسائل يعملها ولاية الفقيه. لو كانت تريد تغيير النظام وتحارب النظام فعلا تركز على هذه المسألة، لا تركز على مسائل أخرى. وإيران تستخدم النووي ليس كهدف أساس، وإنما كوسيلة ضغط لأنه تعطوني صلاحيات بعد أوسع مما مسموح لي بها. نعم، أشكرك دكتور رافع الفلاحي. يعني على الرغم من أنه العراق الجديد كان نتاج الغزو الأمريكي عام 2003، نظامه السياسي الطائفي صممه الأمريكيون والإيرانيون وما زالوا يقدمون له الدعم والرعاية، لكن العراق، أقصد هنا العراق ككيان، كشعب، كهوية وطنية، ما زال في دائرة العقاب والاستهداف بالذات أمريكيا، أليس أمرا غريبا؟ لا، ليس غريبا أستاذ ماجد. ودعني قبلها يعني أعرج على نقطتين أساسية قبل أن أجيبك وأقول لك لماذا ليس غريبا. في سؤال حضرتك السابق كنت تشير إلى الميليشيات العراقية والإيرانية اللي موجودة في سوريا وتضربها إسرائيل. إسرائيل كل شيء على الحدود، نعم هي في تفاهم مع حزب الله، هذا معروف وواضح، في تفاهمات وتفاهمات سرية مع حزب الله، وهذه القضية التخادمية بينه وبين حزب الله هذه واضحة. لكن مع ذلك هذه التفاهمات قد يعني ترتفع كفة الطرف فيها وتنخفض كفة الطرف آخر فيها عندما تزيد قوة هذا الطرف أو تزيد قوة هذا الطرف. إسرائيل تعتبر أن وجود الميليشيات في سوريا وقريبة من حزب الله وعلى الحدود السورية اللبنانية وبهذا الاتجاه وهناك طرق مواصلات بينهم سيزيد من قوة حزب الله، سيؤدي إلى أن يقوم حزب الله بفرض شروط معينة أخرى في هذه التفاهمات. إسرائيل ذلك تضربه بشدة في هذه ولا تستطيع إيران أن ترد على هذا الموضوع لأنه غير قادر على أن ترد هذا الموضوع، هي تعرف لماذا يعني، وتعرف أن إسرائيل قادرة بقواتها وقدراتها النووية وقدراتها التسليحية أقوى بكثير من إيران. هذه واحدة. الثانية فيما يخص تغيير النظام، الملاحظة الثانية، مهما تغير النظام، يعني حضرتك تسأل لو تغير توجهات النظام السابق وقال أنه إحنا يعني علاقات جيدة مع إسرائيل أو كذا، هل كانت أمريكا ستنهي هذا العداء؟ أبداً، لأنها ستطالب بتغيير المناهج المدرسية، ستطالب بتغيير التوجهات الدينية والفكر الديني في العراق والرؤية المجتمعية والدينية في العراق. الآن هذا النظام دكتور، النظام الموجود في العراق كما يعني أقتبس منك، واجهة للولايات المتحدة الأمريكية، فلماذا هذا الاستهداف؟ لماذا هذه العقوبة؟ وكأنه حتى الطبقة السياسية الموجودة الآن في الحكم هو جزء أو مفردة من مفردات العقاب الأمريكي للعراق. نعم، تعاقب هذا الشعب، لأنه الشعب العراقي حتى هذا النظام اللي جاء من عام 2003 لحد الآن 18 سنة لم يستطع أن يروض العراقيين، هذا واقع الحال. فكر طائفي، تفتيت، تخريب، تدمير، قتل، ذبح، اعتقالات، تهجير، كل هذا الذي جرى وما زال غير قادر أن يحكم الشعب العراقي. الشعب العراقي غير منقاد إليه،
والدليل ثورة تشرين والآن الثورات التي تخرج والشعب ضد هذه السلطة وضد العملية السياسية بالمجمل. هذا يخلي أمريكا تزيد الضغط عليه وتعادي للشعب العراقي، العداء للشعب العراقي وليس للنظام. هذا اللي كنت أتحدث عنه، أنه تغيير حتى المناهج. لذلك النظام الحالي في العراق من عام 2003 لحد الآن يكيل التهم إلى كل يعني الآباء الأولين يعني التعليميين والتربويين في العراق. الآن يساء لهم ويشتمون لأنه وضعوا مناهج تربوية فيها قومية، فيها رؤية وطنية، فيها رؤية دينية، فيها رؤية إنسانية، فيها رؤية أخلاقية. هذه كلها الآن جاري العمل على تفتيتها، لكن لم ينتهي الموضوع. الموضوع ما زال في بداياته. الشعب يقاوم، المجتمع يقاوم. هذه النقطة. كنت تسأل حضرتك عن نعم كنت أسأل عن قضية أن هذا العراق الجديد صممه الغزو الأمريكي، النظام السياسي صممه الأمريكيون، لكن العقاب على العراقيين مستمر. أعتقد جاوبت دكتور، إذا عندك إضافة تفضل. نعم. لذلك هذه ستستمر، لأن طبيعة الشعب ما زالت غير الطبيعة المطلوبة. نعم. هذا الشعب لم يدجن، لم يروض، ما زال يحتفظ بإرث الماضي، ما زال يحن للماضي، ما زال في داخله شعلة للحرية والاستقلال. الشعب ما مدجن، ما مقيد، ما تستطيع أن تحكمه بهذه الطريقة. لذلك غيروا كل هذه السلطات، كل هذه الأحزاب، كل هذه القوى. يعني أنت لديك الآن أكثر من 240 حزب، لكن إيش قد المنتمين من العراقيين اللي ما يطلعوا نص مليون عراقي، والشعب العراقي كله خارج هذه الانتماءات، لا يريدها، وضد الميليشيات وضد هذا كله يخلي الشعب العراقي في عين الاستهداف. أشكرك يبقى دكتور. الاستهداف قائم. في إيران غير موجود هذه الحقيقة، هذا غير موجود. هناك منظمة خلق وما أعرف منه لديها خصومة على ال على ال على ال على الحكم وطريقة، وقعدوها في فرنسا واحتووها وانتهى الموضوع. لكن داخلها هناك فقر وهناك جوع وهناك واضح. لكن الشعب لديه هموم خاصة به وليس له علاقة بوطن وبتوجهات أخرى إقليمية ودولية، ووظيفة إيران في المنطقة تختلف. نعم. دكتور عبد الحميد، هناك من يقول أن هذه الحرب أو التدمير الذي جرى على العراق هو نوع من الخطأ الأمريكي. أمريكا أخطأت عندما خلطت بين العراق ككيان كشعب وبين نظامه السياسي الذي تعترض أو يعترض المجتمع الدولي على الكثير من سلوكياته، ولذلك هذا العقاب كان الذي تعرض له العراق. تعتقد الأمور هكذا أم أنه مقصود حتى لو كان في العراق نظام سياسي ملائكي على رأي إبراهيم الجعفري فإن الخطة معدة والاستهداف مصر عليه من قبل أمريكا؟ هذا النظام أو غيره ملائكي أو شرير؟ يعني الذي يرد ويبين أنه هل هو خطأ أو مقصود أمرين. الأمر الأول أنه التصريحات السابقة واللاحقة التي تبين منها أن هنالك استهداف مقصود للعراق بغض النظر عن توجهاتي أو ما ستؤول إليه المفاوضات في حينها في وقت الأزمة يعني. وقد تبين وقد صدر أو اتضح للعامة للناس عموما أن هذا المخطط، مخطط استهداف العراق، كان مسبقا وهنالك خطة في كل الاتجاهات معدة قديما. هذا الأمر. الأمر الآخر، حينما تم الاستهداف لو كان فعلا هنالك خطأ لتم تدارك هذا الخطأ، لكن نحن نرى 18 عاما وأكثر والمشروع مستمر في الاستهداف للشعب العراقي كما قلت في البداية وفي الوسط، وكما قال الأساتذة الضيوف دكتور رافع والأستاذ عبد الله، الاستهداف للشعب العراقي، لقدرات الشعب العراقي. المقصود هو سلخ هذا الشعب، سلخه من جذوره، من جذوره العلمية، من قوته العلمية وقوته أو فكره القومي وفكره الإسلامي وعمقه الاستراتيجي في المنطقة. يريدون، وهذا هو المعمول عليه والذي تلاقى عليه المشروعان الأمريكي والإيراني كلاهما، إشغال الشعب العراقي بخلافات، بصراعات داخلية، بالفقر وإلى غير ذلك. لذلك نرى الفقر الشديد ورغبة الثروات الكبيرة، استمرار هذه الطغمة أو هذه
الميليشيات والحكومة الداعمة للميليشيات متسلطة على رقاب الشعب العراقي لتمارس كل أنواع الانتهاكات لتمعن في إذلال الشعب وفي تهجيره وفي إشغاله عن أهدافه وغير ذلك. لكن نحن نقول الملاحظ أن الشعب رغم كل الذي جرى إلى الآن لم يتخلى عن هذه المبادئ وعن هذه الأسس، لأنها كأنها تجري في عروقه كما يقال في الجينات عنده. وإن شاء الله تعالى بمجرد أن تزول هذه الأسباب سيستعيد الشعب العراقي عافيته. أستاذ عبد الله، أيضا القول أن هذه الطبقة السياسية الموجودة الآن في الحكم والتي طبعا تحظى ب يعني دعم كامل من قبل أمريكا ومن قبل أيضا المجتمع الدولي ومن قبل حتى إيران، القول بأنها عقوبة مستمرة للعراق يعني كشعب وكدولة وهوية وقيم وأعراف، كلام مبالغ فيه. الحقيقة الأمور ليست هكذا، وذلك العراق بعد عام 2003 اليوم حظي بدعم كامل سياسي واقتصادي وعسكري وإعلامي وغيرها. هذا كلام غير صحيح، أن هذه الطبقة نوع من إيقاع العقاب المستمر على العراق. الحقيقة هو العقاب مستمر، وهذه أدوات استمرار العقاب لتنفيذ الغايات. الغايات لحد الآن لم تحقق، لذلك هذا النظام يعني باقي. هذا النظام الديمقراطي أستاذ عبد الله، النظام الديمقراطي التعددي تداول سلمي للسلطة، العالم كله يدعم هذا عقوبة. الديمقراطية تتحقق، الديمقراطية تتحقق لما يكون الإنسان ذات حر. فأي أين حرية الإنسان لما البندقية فوق رأسه والكاتم يهدده والتسلط الفكر الديني عليه، هذا التسلط الوهمي، هذه كلها أدوات إلغاء للديمقراطية. الديمقراطية هي حرية الإنسان نفسه، هذه الحرية غير موجودة عند الفرد العراقي اليوم. اليوم الفرد العراقي ملتزم بالأحزاب بقدر وظيفته، بقدر حمايته، بقدر حمايته، بقدر الانتماء إلى هذه المؤسسة وتلك المؤسسة. اليوم لا تجد موظف، يعني لا تجد موظف اليوم من الدرجة مدير عام فما فوق إلا تابع إلى حزب. يستحيل، مستحيل أن يكون مدير عام غير تابع إلى حزب. هذه إضافة إلى كل التعيينات اللي صارت كلها حزبية. فإذا لا توجد ديمقراطية على الإنسان حتى يستعد يستخدم الانتخابات ويستخدم وسائل التعبير السليمة. وبالتالي أستاذ عبد الله، إيران لا يمكن أن تواجه مصيرا مشابها لمصير العراق على الرغم من كل ما تقوم به في المنطقة. ولا يمكن أن تواجه مثل هذا المصير، لأن دورها فاعل وأدت بشكل حسن وجيد، وحتى الآن سمحت لأمريكا أن تنسحب من المنطقة. أمريكا الآن تريد وجودها رمزي في المنطقة، ولأنها وجدت ما يقلق المنطقة كلها على يد النظام الإيراني، وتريد تنسحب إلى مكامن الخطر الحقيقية التي ترى في استراتيجيتها، ألا هو منطقة المحيط الهادي والبحر الأصفر كما يسمى، حيث هناك تواجه الغول الصيني والمشاغب الكوري. كل هذه اهتمامات أمريكا الأساسية الاستراتيجية العليا، فذلك أمريكا تنسحب من المنطقة، ونرى أن وجودها أصبح رمزي، مجرد طائرات مسيرة وتضرب هنا وهناك بأمور بسيطة، لوجود بديل لها، بديل لها تفوق إسرائيل. أشكرك صراحة. وبنفس الوقت الشغب والمشاكل الموجودة اللي تقلقها إيران بالمنطقة. شكرا جزيلا لضيوفنا الكرام، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، والأستاذ عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي. كلهم كانوا عبر سكايب في حلقة الليلة التي ناقشت في أو بحثت في المقارنة بين السياسة الأمريكية مع العراق ومع إيران، وكانت مع العراق خشنة ومع إيران لا زالت ناعمة. أشكر المشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.